السلام عليكم وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في القناة تاع سيريو. كامل شفتو وكامل شفنا المراركة وهم يعسوا في الجزائر، يعني المشهد تاع الشاحنات الجزائرية في الصحراء الجزائرية، يعني الثورة الزراعية الجديدة اللي رانا نشوفو فيها، وصفوها المغاربة والمراركة والمراريك بالذكاء الاصطناعي. يعني الجزائر تخدم وتنتج وتزرع وتحصد، والمراركة بان لهم هذاك المشهد وهذوك المشاهد بانوا لهم بالذكاء الاصطناعي بالفابريك. قال لك الجزائر جزائريين او النظام الجزائري يفبرك المشاهد للشعب الجزائري. هذه شكون اللي قالها؟ شوفوا معايا. شاهدنا خطا طويلا من الشاحنات، وشاهد العالم كذلك هذا الخط الطويل من الشاحنات، لكن هذا الفيديو كله بالذكاء الاصطناعي. كله بالذكاء الاصطناعي. شوفوا الرد من صالح ازرق. اكدت الجزائر على مرتين في ظرف اسبوع واحد رفضها اي وساطة مع المغرب، وذلك بعد اثارة هذا الموضوع مجددا. تنطلق الجزائر في موقفها هذا مما تعتبره مسؤولية المغرب الكاملة فيما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تدهور، ما يجعل الوساطة برأيها غير ممكنة لليوم ولا غدا. علاش انا توجور نقول لكم ما كانش وساطة وما كانش صلح وما كانش مكان حتى حاجة الا بإزاحة النظام الملكي نهائيا، ثم عاد نخمو نهضروا على الوساطة ونهضروا على الأمور تاع الصلح. إنسان دير كامل الطرق باه يضرك، تجي تقول لي أنايا ندير معاه وساطة وندير معاه صلح وندير معاه كذا وكذا، هذه غير مقبولة نهائيا، هذه غير مقبولة نهائيا. جار يسعى بكل الطرق لتشتيت الشعب الجزائري. شوفوا قد تعدى إثارة موضوع الوساطة هذه المرة مسألة النفي المعتادة إلى اتهام جزائري صريح للمغرب بمحاولة الإضرار بعلاقات البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة حول هذا الموضوع. يأتي حديث المصدر الدبلوماسي الجزائري عقب نشر مواقع تعتبرها الجزائر تابعة للمخابرات المغربية حول هذا الموضوع قائلا: لا توجد وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، لوجود أسباب قوية تحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة كما قال، والإشارة واضحة بالطبع للمغرب. الجزائر أيضا هذه تجر نقولها تتهم المغرب بمحاولة الإضرار بعلاقاتها مع السعودية من خلال مع السعودية. أيضا قالوا باللي هذه الصحراء السعودية، هذه ماشي الصحراء الجزائرية. كاين اللي قال لك الذكاء الاصطناعي وكاين اللي قال لك هذه يعني المشاهد سرقتها الجزائر من السعودية او من الصحراء السعودية. والإعلام تاع الجزائر يرفرف في المشهد الاول تاع الشاحنات، فهل يا ترى هذو جيران تدير معاهم الصلح؟ هذو جيران تعاونهم؟ هذو جيران تقف معاهم؟ ها جار يبعث لك فريق بالعالم مسروق ومرسوم او خريطه مسروقه ومرسومه تدير معاه الصلح؟ ما شكيتش انا. لذلك اقول لا لفتح الحدود، ونعم اصبح الان مطلب نعم لترحيل المغاربه الموجودين في الجزائر الى المغرب. اختلاق مثل هذه الاخبار الكاذبه كما تسميها الجزائر. لماذا ترفض الجزائر الوساطه مع جارتها؟ وما هو البديل؟ إذا الوساطة مرفوضة يعني المصالحة غير ممكنة. هنا عندي الجواب، البديل هو إزالة الحكم الملكي نهائيا واستبداله بالجمهورية المغربية، تصبح جمهورية مثل الجزائر، يصبح الصلح وارد. أن المغرب هو اللي يتحمل مسؤولية تردي هذه العلاقات إلى هذا المستوى. أكيد المغرب هو اللي يتحمل. المهم شفتوا ورانا كامل شفنا، يعني السم اللي رام يزرعوا فيه المخزن والمخازنية والمخابرات المغربية اتجاه الشعب الجزائري والجزائر، يعني ما زالوا مستمرين في زرع سموم بكل الطرق، خطرة خريطة خطرة ذكاء اصطناعي خطرة عفسة خطرة كذا كذا كذا.
أنا وش أقول لكم، الزمن والآفة سوف يقضي عليكم وربي ينصر الحق إن شاء الله، ونصر وعاود أعطاكم مشاهد أخرى وشفتوا الحق، الحق حق إن شاء الله كما قال لك نحقوا الاكتفاء الذاتي في الجزائر، وانتم بقاو بالذكاء الاصطناعي وكذا، والجزائر تتقدم وانتم قعدوا تلهوا في شعبكم وقعدوا كذا وكذا وكذا. بسلامي، سلام عليكم.